السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو المجتمع. هو المجتمع زي ما عودنا حضراتكم إن إحنا بندخل في قلب الأحداث، ولكن النهاردة الحدث اللي معانا حدث صحي. سمعنا في الفترة الأخيرة إن في مشاكل كتير جدا في الأسرة المصرية، والسبب بيرجع لاستئصال الرحم. عشان كده معانا ومعاكم دكتورة مروة عبد المولى الجندي، استشاري ومدرس أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ عمر. في الفترة الأخيرة سمعنا إن في عمليات استئصال للرحم أثناء الولادة بتحصل كتير جدا. عايزين نعرف، وده طبعا ليه تأثير على الأسرة المصرية، عايزين نعرف الأسباب، ولو هنركز على سبب معين. تمام، طبعا حضرتك عندك حق تسأل في السؤال ده، لان احنا بقينا بنشوف ان ده بيحصل بشكل متكرر زيادة جدا للفترة دي. طبعا احنا عشان الدكتور يضطر ان هو يعمل استئصال الرحم لمريضة اثناء الولادة، ده غالبا بيكون قرار حتمي في مقابل حياتها، يعني استأصل الرحم يا هي يعني يا تعيش يا نسيب لها الرحم. السبب الرئيسي اللي بيخلينا ممكن نتحط في الموقف ده هو غالبا ان وجود نزيف شديد بعد الولادة خارج عن السيطرة، وبيكون العلاج الوحيد لإيقاف هذا النزيف هو استئصال الرحم اللي بينزف. طبعا في اسباب اخرى زي مثلا ان الرحم حصل فيه انفجار اثناء الولادة فلم يعد صالح لانه يشيل الجنين او يحمل مرة اخرى. في ان المشيمه تبقى ملتصقه في جدار الرحم فما فيش انفصال للمشيمه من الرحم، وبالتالي الطريقه الوحيده ان احنا نشيلها بالرحم. فالحالات بقى الاكثر شيعا يعني هي النزيف، والنزيف ده ممكن يكون نتيجه المشيمه المتقدمه اللي هي بتكون سابقه الجنين زي ما الناس بتسمع يعني، او ان المشيمه تكون ملتصقه وحصل منها انفصال جزئي. يعني ايه مشيمه متقدمه؟ المشيمة المتقدمة هي المشيمة اللي بتيجي موجودة في الجزء السفلي من الرحم. يعني احنا معانا صورة دلوقتي، لو نشوف الصور عندنا الجزء اللي هو بالأزرق دون أو الصورة اللي فيها أزرق دي المشيمة في مكانها الطبيعي. المكان الطبيعي للمشيمة ان هو بيكون في الجزء العلوي من الرحم. الصورة اللي جنبها المشيمة بدأت تبقى في الجزء السفلي من الرحم، وده مش المكان الطبيعي للمشيمة. والصورة اللي بعدها هي الصورة اللي فيها الحالة الأخطر من وجود المشيمة في الجزء السفلي من الرحم، لما بتكون مغطية تماما عنق الرحم ويحصل منها نزيف، ودي اللي بيحصل منها نزيف شديد ممكن أثناء الحمل أو أثناء الولادة. طب هل في أعراض بالمرض؟ يعني أعراض معينة نقدر نقول أه فعلا في مشيمة متقدمة؟ والله احنا ممكن احنا بنشخصها بحاجات معينه، يعني لو المريضه عندها تاريخ سابق ان كان عندها مشيمه متقدمه او مشيمه ملتصقه في الرحم، دي حاجه بتخلينا نحط في دماغنا انه ده ممكن يتكرر تاني. لو المريضه جايه بتشتكي من نزيف اثناء الحمل، يعني امكانيه حدوثه بتبقى مؤكده، مش مؤكده بس بيكون احتماليه تكراره بالظبط، احتماليه حدوثه في المريضه اللي عندها تاريخ سابق اكبر من المريضه اللي ما حصلهاش ده قبل كده. فدي بحاجة بتخلينا احنا نخليها في دماغنا ان ده ممكن يتكرر. تاني حاجة، لو المريضة الحامل بدأ ينزل عليها نوبات متكررة من النزيف، فده برضو يخلينا نشك انها ممكن تكون عندها مشيمة متقدمة. التشخيص بقى النهائي بيكون بالأشعة التلفزيونية او بالموجات فوق الصوتية، ودي بنعملها تقريبا عند 20 اسبوع من الحمل اللي هو نص منتصف الحمل، وبنبدأ نتابع بيها لغاية ما نوصل للشهر الثامن، وبالتالي بيتأكد التشخيص. في بعض الحالات لما بنشك ان المشيمه ملتصقه بجدار الرحم بنعمل حاجه اسمها دوبلر، او بنقيس كميه الدم ما بين المشيمه وجدار الرحم، وقد نحتاج احيانا لاشعه رنين مغناطيسي. دي الطريقه اللي بنشخص بيها الحاله. في الوقت ده المريضه طبعا لازم يكون في متابعه معاها. طبعا المريضه بقى اللي بتتشخص ان عندها مشيمه متقدمه او احتماليه المشيمه الملتصقه بجدار الرحم لازم تتابع بشكل دوري، لان دي بتكون معرضه لنزيف في اي وقت، والنزيف ده ممكن ياثر على حياتها او ياثر على الجنين. في حاله ان احنا بنضطر ناخد قرار اللي هو بالاستئصال، طبعا استئصال الرحم اثناء الجنين اثناء الولادة، ده سبب يعني كبير يعني للقرار ده. يعني حضرتك بتقولي ان احنا لو ما خدناش القرار بتاع الاستئصال ده ممكن يؤدي للوفاة؟ طبعا
بص حضرتك، هو اثناء الولاده لما بيحصل نزيف شديد يهدد حياه المريضه بيكون ده تحدي كبير جدا للدكتور، بالذات لما بتكون المريضه سنها صغير او عندها طفل واحد او ما عندهاش اطفال. حضرتك انت بتحكم عليها انها خلاص كده مش هتقدر انها تخلف تاني. ايه اللي بيضطرني انا ان انا اعمل كده؟ هو لما بيكون بس ده الحل الوحيد لانقاذ حياتها، يا اما تعيش من غير رحم يا اما تموت بيه. لو انا اتاخرت في اتخاذ هذا القرار في بقى مضاعفات تانية كمان، يعني لو المريضة ممكن لا قدر الله، يعني لو المريضة ما توفتش ونجحنا في إنقاذها ممكن النزيف الشديد اللي حصل ده يؤدي إلى تلف في خلايا الكلى، والكلى تقف وتضطر تعيش على غسيل كلوي طول الوقت، ممكن إنه يؤدي إلى نقص أكسجين للمخ والمريضة يحصل لها يعني زي ما بيقولوا موت جذع المخ، تفضل عايشة بقية حياتها كأنها مش عايشة. فانت بتجنب المريضه كل هذه المضاعفات بانك تاخد القرار السليم في الوقت السليم. طب بيبقى صعب القرار يا فندم؟ طبعا يا فندم، طبعا احنا بنتكلم ان ده ساعات بيحصل في مريضه عندها طفل واحد، عندها 20 طبعاً سنه. تكون حديث الزواج واول طفل. وارد طبعا ان ده يحصل، فده قرار مش سهل جدا، وحتى لو عندها اكتر من كده، يعني شيل الرحم لاي سيده ده بالنسبه لها ليه يعني تبعاته النفسية والاجتماعية وتأثيره على إحساسها بنفسها كأنثى. مين أكتر ناس بتتصاب بالمرض ده؟ بص حضرتك، هو مفيش سبب محدد يخليني أقول إن المريضة دي مؤكد هيجي لها الحالة دي، أو إن هيكون عندها مشيمة متقدمة أو مشيمة ملتصقة، لكن في عوامل بتساعد على كده. يعني مثلا تقدم سن المرأة في الحمل، تكرار عدد الولادات، طبعا السبب القوي جدا أو السبب القوي بقى جدا هو تكرار عدد القيصريات. يعني كل ما زادت عدد القيصريات او ولادات القيصريه كل ما زاد احتمال وجود مشيمه متقدمه وملتصقه. يعني احنا لو قلنا مثلا المشيمه المتقدمه دي نسبه حدوثها يعني واحد لكل 200 سيده حامل، يعني من كل 200 سيده حامل ممكن نلاقي واحده منهم عندها مشيمه متقدمه. لو المشيمه بقى لقيناها متقدمه والمريضه دي عندها تاريخ لقيصريات سابقه، ده بيزود النسبه جدا. يعني المريضه اللي عامله قيصريتين قبل كده واتشخصت دلوقتي ان عندها مشيمه متقدمه بيبقى بنسبه 40% ان المشيمه دي ممكن تكون ملتصقه بجدار الرحم. بنسبه 40%؟ 40% وبتزيد ل 60% لو هي عامله ثلاث قيصريات. يعني معنى كده ان احنا ما نستعجلش وما ننصحش بموضوع القيصري الا لو ليه اسباب معينه. بالظبط بالظبط، ما نستسهلش القيصريه لان القيصريه دي ليها طبعا يعني مساوئها، وده احد اسباب يعني احنا بنشوفه النهارده ان احنا يوميا تقريبا بنقابل الحالات دي، ده نتيجه ان الاعداد القيصريات زادت بشكل مهول. الناس ما بقاش حد بيقول الطبيعي دلوقتي، ودي مشكله طبعا. طب لو حضرتك هتوجهي نصيحه بالنسبه للايه اللي مقبل ان هو هيعمل عمليه قيصريه، ان هي نفسها طبعا اشراف الطبيب، وفي نفس الوقت ان هي يكون في صبر للولاده الطبيعيه، تمام كده؟ طبعا، يعني احنا بنقول من الاول احنا نحاول نتجنب الولادات القيصريه الغير مبرره. يعني في حالات معروف ان هي بقت موضه. بالظبط، ما هي بقت موضه يا استاذ عمر والله للاسف، ان هي يعني انا عايز اولد زي بنت خالتي، انا عايز اولد بدون الم. صح، وبدانا صح. ان احنا نشوف اعلانات كتير جدا للموضوع ده، ودي النتيجه اللي احنا بنعاني منه دلوقتي، انك ممكن تلاقي سيده عندها 20 سنه 25 سنه واضطرينا نشيل لها الرحم اثناء الولاده لان كان عندها مشيمه ملتصقه او حصل لها نزيف شديد نتيجه المشيمه المتقدمه. وده للاخر المجتمع نفسه للاسف بتبقى هي محطوطه في وضع محرج، ان هو بيبقى زوجها المفروض ان هو عايز ينجب محتاج طفل. ما حضرتك عارف تفكير المجتمع، فاحنا بنعملها على ان هي ناقصه حته للاسف. للاسف. طب احنا لو هنوجه رساله فندم ان هي ملهاش اي علاقه بالموضوع ده من الناحيه الصحيه. هي ملهاش علاقه طبعا، لان هي ما ذنبهاش حاجه، هي ما مش هي اللي سببت ده لنفسها، لكن احنا بنوعي بقى السيدات ان احنا ما نتسرعش في اتخاذ قرار الولاده القيصريه. الولاده الطبيعي دي ولاده ربنا هو اللي يعني يسرها للسيدات. ما ينفعش اولد قيصري لمجرد ان انا خايفه من الولاده الطبيعي، ما ينفعش اولد قيصري عشان صاحبتي عملت كده ولا بنت خالتي عملت كده. لازم يكون في سبب واضح وقوي
يمنع الولادة الطبيعي ويكون ما عنديش خيار تاني غير ان انا اول القيصرية، عشان ما ارجعش اندم بعد كده واتحط في موقف ان يحصل لي مضاعفات زي اللي بنتكلم فيها النهاردة دي، وابقى انا اللي حطيت نفسي في الموقف ده. وبرضو الاطباء، بعض الاطباء بيستعجلوا، مفيش عندهم صبر ولا وقت ان هما يقعد جنب المريضة يتابعها اثناء الولادة الطبيعي. فاحنا بندعو الاطباء ان هما يبقى عندهم صبر شوية ويتحملوا المعاناة اللي بنشوفها مع العيانة او المريضة اللي بتولد طبيعي، علشان خاطر نقلل المخاطر والمضاعفات اللي بنشوفها نتيجة الولادة القيصرية. طيب كيفية التغلب بقى على المشكلة دي من وجهة نظر حضرتك؟ بتبدأ بالوقاية، لان الوقاية خير من العلاج، والوقاية هي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان احنا على قد ما نقدر نتجنب القيصرية، ما نعملش قيصرية غير لو هي فعلا مطلوبة. قيصريات الغير مبررة مش مطلوبة. ولو انا اضطريت ان انا هعمل قيصرية، فالمريضة اللي بتعمل قيصرية دي تختار دكتور عنده خبرة، تختار مكان نظيف مجهز، مش اماكن اللي احنا بنشوفها يعني ما فيهاش تعقيم كفاية، ما فيهاش امكانيات كفاية، علشان خاطر يبقى حتى الجرح بتاع الرحم ده جرح كويس، نقلل احتمالية حدوث المشيمة الملتصقة فيه. طب لو المريضة اتشخصت دلوقتي اوريدي ان هي عندها مشيمة متقدمة او ملتصقة، اول حاجة لازم تعمل متابعة، طبعا متابعة للحمل بشكل دوري مع حد كويس او في مكان مؤهل. لما اجي اولد او لما تيجي تولد، لازم تولد في مكان مجهز ببنك دم، برعاية مركزة، بمحضن اطفال، مكان فيه فريق عمل كامل. احنا بنحتاج في العمليات دي احيانا يكون معانا جراح، يكون معانا جراح مسالك بولية، فلازم المريضة تولد في مكان متوفر فيه التيم ده. ما ينفعش انا في اثناء العملية احتاج جراح مسالك الاقي مفيش حد، فلازم نختار المكان المناسب اللي هو يكون في بنك دم، لان المرضى من هذا النوع احيانا بياخدوا كميات كبيرة جدا من الدم داخل العمليات، في رعاية مركزة لان ده وارد برضو ان احنا نحتاجه بعد العمليات، في دكتور جراحة مسالك متواجد في حالة احتياجه. ليه بنحتاجه؟ لان احيانا المشيمة الملتصقة بجدار الرحم بتكون غائرة فيه لدرجة انها ممكن تصل للمثانة البولية. بالظبط. فانا اضطر وانا بعمل العملية ان انا يحصل فيه مثلا جرح في المثانة، او اضطر ان انا اشيل جزء من المثانة، او يحصل فيه مشكلة في الحالب، فلازم يكون متواجد معايا طبيب مسالك بولية. ممكن بيكون نتيجة القيصرات السابقة في التصاق في الامعاء، فممكن احتاج حد من الجراحة يساعدني في تسليك الامعاء، او لا قدر الله لو حصل اصابة للامعاء. وطبعا كل الحاجات دي المريضة بتبقى اتشرحت لها قبل العملية، وده دور الدكتور انه يوعي المريضة ويفهمها حالتها وخطورة حالتها ومتطلبات حالتها، وينصحها بمنتهى الامانة ايه اللي هي محتاجاه وايه اللي هيتعمل. بيبقى بيتاخد اقرار منها؟ طبعا. لجوا للاستئصال بيلجأوا ليه على طول؟ طبعا، احنا ما نقدرش نستأصل جزء من المريض بدون موافقته، فلازم المريضة اما بتتشخص خلاص وعرفت حالتها ان الدكتور بيقعد معاها بيفهمها. مدى صعوبة القرار يا دكتور؟ صعب طبعا، هو صعب على الاثنين، يعني صعب على السيدة وصعب على الطبيب ان هو ياخده، ولكن زي ما قلت لحضرتك هو بيتاخد القرار ده لازم يتاخد بشكل مناسب في الوقت المناسب، يعني ما ينفعش فيه تأخير، التأخير هيكون ثمنه حياة المريض. ده اللي احنا سمعنا عنه في الفترة الأخيرة، ان بدأ فعلا السيدات بعد الولادة فعلا بيفقدوا حياتهم نتيجة النزيف أثناء الولادة. طبعا، لأنه بيبقى نزيف شديد، يعني الرحم اللي هو في أثناء الحمل بيروح له كميات رهيبة من الدم، نص لتر في الدقيقة، فلو هي قعدت بس 5 دقايق بتنزف خلاص، يعني لو ما كانتش في مكان مؤهل مع دكتور فاهم هو بيعمل ايه وعارف امتى ياخد القرار السليم، للأسف الموضوع بينتهي نهاية مأساوية. طيب في الفترة الأخيرة بقى احنا عايزين نتكلم بقى عن الطفل نفسه، يعني احنا لو الطفل قبل الولادة، يعني احنا خلاص بقى كده اضطرينا ان احنا هنعمل استئصال، وفي الطفل في مشاكل هتواجهه فيما بعد. المشاكل الأساسية اللي بتواجه الطفل هو ان يكون مولود قبل ميعاده،
يعني ساعات ده بيحصل ان احنا نضطر نولد السيده دي قبل ما تخش في الشهر التاسع، قبل ما الطفل يكتمل، نتيجه ان هي جت بنزيف شديد وهي حامل، اثر على حالتها العامه او اثر على الجنين ولازم نلحقه. في الوقت ده بتبقى مشاكله الاساسيه هي مشاكل الطفل المبتسر، واحتياجه بقى لوجود حضانه، واحتياجه ان هو يتحط على جهاز تنفس صناعي حسب الحاله اللي بتنزل يعني. عشان كده طبعا من احد الحاجات اللي بنحتاجها في المكان اللي بنولد فيه ان يكون فيه محضن مؤهل ودكتور اطفال عنده الكفاءه الكافيه للتعامل مع هذه الحالات. طيب لو نوجه بقى رساله للمجتمع برضه، نظرتهم للمريضه اللي هي عملت استئصال للرحم، لان دي مهمه جدا جدا. احنا قلنا والله المريضه اللي عملت استئصال للرحم دي حصلت لها حادثه، يعني هو الواحد لما بيبقى ماشي في العربيه في الطريق وبيعمل حادثه عربيه بيفقد رجله او دراعه، هل ده ذنبه؟ اكيد لا. وبالتالي هي نفس الموقف، يعني هي تعرضت لموقف كان الاختيار فيه ما بين انها نسب لها الرحم بتاعها او انها تعيش، فانقاص حياتها اهم من اي شيء. ف يعني يا ريت الناس تفهم ده وما تبقاش السيده اللي تعرضت لهذا الموقف بتعاني من جميع الجهات، من ناحيه ان هي حست ان انوثتها اتاثرت وانها ما بقاش عندها القدره انها تعيد الحمل والولاده او يبقى عندها اطفال اكتر او تبقى ام المره تانيه، وكمان نظره الناس ليها او الكلام اللي بيجرحها وبيجرح احساسها وهي ملهاش اي ذنب في القصه دي. طيب احنا كان في تقرير اتعرض معانا من ابن رشد، مركز دكتور رجب عبد السلام. طبعا عارفين ان حضرتك متواجده هناك في المركز. لو هنتكلم شويه عن المركز يا فندم، وايه اللي بيقدمه؟ والله هو المركز يعني طبعا بيعتبر في المنطقه اللي هو فيها بشهاده الناس يعني اللي بتيجي المركز ان هو من احسن المراكز اللي موجوده في المنطقه، وان لم يكن افضلهم في الخدمات المقدمه بخصوص النساء والولاده. يعني احنا عندنا في المركز متابعه الحمل، متابعه الحمل الخارج في المرج الجديده، في شارع 23 يونيو في محطه المرج الجديده، قريب جدا من محطه المترو ومن دائري المرج. طبعا هو بيخدم المرج بقى والمناطق والمرج القديمه والمناطق المحيطه كلها. يعني كنا سجلنا مع الدكتور رجب وكان اتكلم، قال ان كان في من ضمن الاماكن كان في اماكن ثانيه مرشحه غير المرج ان احنا كنا ممكن نعمل فيه، ولكن هو كان بيتكلم ان احنا عايزين نبقى قريبين قوي من الشعب، فاحنا اخترنا منطقه زي منطقه المرج الجديده وكده. تمام. راي حضرتك ايه في كده؟ والله هو يعني هو فكر محترم. الطبيب ان هو دور ايه بالظبط؟ دي بقى الجزء الانساني في المهنه، يعني الجزء الانساني في المهنه ان انت بتحاول تدي خبرتك وخدمتك لاكتر ناس محتاجاها، مش بس هدف ان انت تعمل مكان فيدر لك دخل. ده مطلوب طبعا، يعني ده مطلوب اكيد. طب الطبيب ده انسان محتاج دخل عشان يعيش، لكن ما يبقاش ده الهدف الوحيد، يبقى الهدف الانساني محطوط في الخطه. لو هنتكلم بقى عن الخدمات بقى بتقدمها داخل المركز. والله المركز بيقدم خدمات متابعه الحمل، متابعه الحمل الخطر، اللي عندنا جهاز رباعي الابعاد لتشخيص التشوهات الجنينيه بدري في اثناء الحمل، الولاده الطبيعي، الولاده الطبيعي بدون الم، الولاده القيصريه، وحاليا بقى في الولاده القيصريه بدون الم، جميع عمليات النساء، المناظير النسائية التشخيصية والعلاجية، حالات الإجهاض المتكرر، حالات العقم، كل ده موجود عندنا يعني. طيب المفروض إن إحنا اتكلمنا عن المشيمة المتقدمة والمنتصفة. تمام. في توصيات طبعًا لحضرتك. نحب إن إحنا نسمعها، بس هنطلع لفاصل صغير وهنرجع لحضراتكم تاني، انتظرونا. ابن رشد، مركز دكتور رجب عبد السلام للنساء والتوليد. يتشرف مركز ابن رشد بخدمتكم طوال أيام الأسبوع على مدار الـ 24 ساعة، استقبال حالات الطوارئ والولادات الطبيعية والقيصرية، عيادة خارجية للكشوفات ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة. في مركز ابن رشد اطمئني على جنينك بأحدث أجهزة السونار رباعي الأبعاد. وكمان بيوفر مركز ابن رشد معمل تحاليل مجهز لعمل كافة التحاليل الممكنة وتحليل الأنسجة. مركز ابن رشد يتميز بغرف عمليات مجهزة بأحدث الإمكانيات للولادة الطبيعية بدون ألم والولادة القيصرية بدون ألم،
والعمليات الكبرى لاستئصال الرحم والأورام الحميدة وجراحات المناظير التشخيصية والعلاجية وغرفة رعاية خاصة للمتابعة بعد العمليات. مركز ابن رشد بيوفر ليكم غرف إقامة متميزة بتناسب جميع الإمكانيات والأذواق. مركز ابن رشد بيوفر ليكم خدمة طبية متميزة على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين على رأسهم دكتورة مروة عبد المولى الجندي مدرس أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب عين شمس ومجموعة من الممرضات ذوات الخبرة والمهارة. في مركز ابن رشد بيتم تطبيق أحدث سياسات التعقيم ومكافحة العدوى. مركز ابن رشد خدمتنا لن ترضى عنها بديلا. مركز ابن رشد شارع الجمهورية 23 يوليو المرج الجديدة. مركز ابن رشد للنساء والتوليد أيادي في الجنة. ورجعنا لحضراتكم من جديد ومعنا الدكتورة مروة عبد المولى الجندي. كنت سألت حضرتك قبل الفاصل وقلت لحضرتك على التوصيات، ولكن أنا هسألك السؤال من اتجاه تاني، هل معنى أن كل اللي اتشخصت أن هي عندها المفروض في مشكلة عندها ولابد أن هي لازم تستأصل استئصال للرحم؟ لو هي اتشخصت اللي هي المشيمة المتقدمة اللي احنا موضوعنا كنا بنتكلم فيه. لا طبعا مش كل الحالات، احنا بنتكلم ان استئصال الرحم ده بيتم في حالة حصل نزيف شديد. في بعض الحالات طبعا ونسبة مش قليلة ان المشيمة بتنفصل ومبيحصلش نزيف شديد ولا حاجة، او يحصل نزيف متوسط يتم التعامل معاه بطرق معينة وتعويض بدم والموضوع بيمر بسلام. يعني مش كل الحالات المشيمة المنتصفة ليها درجات. يعني احنا معانا صورة هنا، احنا زي ما احنا شايفين المشيمة المنتصفة ليها درجات. اول صورة دي على الشمال بتكون ان هي الدرجة الاولى وهي بس منتصفة جدار الرحم انتساب بسيط. تاني صورة بتوضح ان المشيمة حصل لها انغراس او اندماغام اكبر في جدار الرحم فبقت التصاقها بالرحم التصاق شديد. ثالث صوره اخر صوره دي اللي هي على اليمين، دي الصوره بقى اللي هي اقصى درجه ان المشيمه التصقت في جدار الرحم تماما وعملت غزو كامل لجدار الرحم، وبعض الاحيان كمان بتوصل للمتانه. ففي حاله المشيمه اللي من الدرجه الاولى ممكن جدا تنفصل و ما يحصلش معاها استئصال رحم، نحافظ على الرحم. وفي بعض الحالات احنا بيبقى لنا طرق معينه نحاول نوقف بيها النزيف مكان المشيمه وبنحافظ على الرحم وما يحصلش استئصال الرحم. فزي ما قلنا ان استئصال الرحم ده بيظل الخيار الاخير اللي هو بيتحط في كفتين ميزان ما بين حياه المريضه او الرحم. دي الحاله الوحيده اللي احنا بنضطر فيها، واحنا طبعا يعني اسفين ان احنا نستأصل الرحم حفاظا على حياتها. والحالات دي حضرتك بتشوفيها يا فندم؟ يعني انت ظهرت قدامك حالات كتيره زي كده كل يوم بتحصل، ممكن مثلا بمعدل كام حاله مثلا؟ يعني على الاقل مثلا حاله في اليوم، اقل حاجه حاله في اليومين يعني. ولازم استئصال يا فندم. بالنسبه للعامل النفسي يا فندم عند المريضه بقى، طبعا الافضل زي ما قلنا ان المريضه تكون متابعه من الاول، ومن ساعه ما بتكتشف او بتتشخص الدكتور بيبدا ياهلها نفسيا. يعني زي ما قلت لحضرتك انا ما اقدرش ادخل اشيل جزء من جسم اي بني ادم من غير موافقته، يعني هي طبعا لازم تكون موافقه، وهي عشان توافق لازم تفهم ليه انا بعمل كده. يعني ما فيش دكتور بيبقى داخل جواه كده النيه ان انا داخل اشيل هذه السيده الروح، ده ما بيحصلش، هو مش هيستفيد حاجه. لكن المريضه لازم تكون فاهمه حالتها، اتشرحت لها كل المضاعفات، اتشرحت لها كل الاحتمالات، ومقتنعة تماما ان لو ده حصل فده حفاظا على حياتها. بس حضرتك قلت اختيار المكان واختيار الطبيب، ده لابد ده لهم عامل مهم جدا. ما ينفعش ان انا اروح يعني عارفه ان انا عندي المشكله دي واروح اولد في مكان غير مؤهل. وده بنشوفه، يعني في ناس بتروح، انا اسفه يعني، بتسترخص وبتشوف فين الفلوس القليله وتروح تمد فيها وبيكون الثمن حياتها. لان ده لو حصل الدكتور دخل والد على مريضه قيصريه واكتشف ده داخل اوضه العمليات وهي ما كانتش مثلا متشخصه قبل كده، ده مشكله كبيره جدا. وده بيحصل يا فندم؟ بيحصل ساعات، الناس مش متابعه كويس.
فين في اماكن ما بقاش فيها متابعه جيده يعني، او السيده ما بتهتمش انها تروح تتابع الحمل. فساعات الدكتور بيكتشف ده بالصدفه داخل فتره العمليه، لانه برده ما عملش الفحوصات الكافيه قبل العمليه، بتبقى مشكله كبيره يعني قد تنتهي للاسف في الاخر بان المريض تفقد حياته. فلازم انا لو ما اتخذش القرار، لان هو مبقاش عنده الامكانيات. انت رايك انت توصل حضرتك ان الامكانيات نفسها ما تبقاش مجهزه، يعني يكون الطبيب غير مؤهل للتعامل مع هذه الحالات، مش كل الدكاتره، وما عندوش حد يساعده، وما عندوش بنك دم، ما عندوش دم في المكان اللي هو فيه، لان النزيف بيكون شديد زي ما قلت لحضرتك، بيحتاج في الحال الدم ده يتعوض بدم. ما عندوش جراح مسالك يساعده لو هو احتاجه، مفيش دكتور اطفال يلحقوا او يلحق الطفل اللي هيتولد الدواء، فبالتالي دي مخاطره كبيره جدا 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 في حياته. عشان كده حضرتك بتنصحي لابد 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 من المتابعه. المتابعه مهمه جدا يا جماعه، المتابعه دي مهمه جدا، وخصوصا لو المريضه عارفه ان جالها قبل كده نشيمه متقدمه وحصل منها نزيف اثناء الولاده وبعد الولاده. لان النزيف ممكن يحصل بعد الولاده، يعني ممكن انا اقدر اسيطر عليه داخل العمليه نفسها، ولكن يظل الخطوره قائمه بعد الولاده. اللي يحصل بعد الولاده بالذات في اول ساعتين بعد الولاده، دول اللي احنا بنسميهم ساعتين الخطر، يحصل نزيف من مكان النشيمه، ويضطر برضه ندخل تاني ونشيل الرحم لو النزيف ما عرفناش نسيطر عليه. فانا طبعا نصيحتي دلوقتي او الحاجه المهمه اللي نخرج بيها من حلقه النهارده، ان احنا ما نتهاونش في حق نفسنا. السيده الحامل اللي حصل عندها الموضوع ده قبل كده لازم تبقى عارفه انها عرضه انه يتكرر تاني، لازم تتابع بشكل جيد، متابعه جيده للحمل، لازم تروح للدكتور ثقه وتبقى عارفه انه عنده القدره في التعامل مع هذه الحالات. لما تقرر تولد لازم تولد في مكان معروف انه مكان مؤهل ومجهز للتعامل مع هذه الحالات، حفاظا على جنين وحفاظا على حياته. دكتوره مروه طبعا بشكر حضرتك جدا، وان احنا ان شاء الله طبعا في تنويه للساده طبعا المشاهدين، ان شاء الله الدكتوره مروه هتكون معانا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه، ان شاء الله هنعمل فقره طبيه، طبعا الموضوع في غايه الاهميه، وطبعا يسعدنا طبعا ان حضرتك تكوني معانا ان شاء الله في الفتره المقبله لو في وقت عند حضرتك ان شاء الله، بحيث ان احنا برضو يبقى في ربط ما بين الصحه وما بين المجتمع، ان كله في الاخر احنا في خدمه المجتمع. يعني ما فيش حد ممكن يخدم المجتمع اكتر من الدكتور، يعني كل الناس طبعا على راسنا، لكن الدكتور بالذات دكتور النساء هو غالبا بقى دكتور العيله، يعني المريضه الحامل لما بتيجي هي وزوجها، بتيجي هي ومامتها، هي واختها، بتجيب معاها اولادها، فالدكتور اللي العيله كلها بتشوفه اثناء الولاده، بيكون معاها طبعا العيله، لان الولاده دي حدث سعيد المفروض يعني. ف دائما بيكون دكتور النساء ده اقرب دكتور للعيله، بيتكلم مع زوج المريضه ووالدتها واختها وكل حد جاي معاها والاطفال اللي اتولدوا قبل كده، اولادها، وممكن هو اللي يكون مولدهم، فبيبقى ليه دور كبير وكلمته بتبقى مسموعه عندهم وليها تاثير. فطبعا ده دور احنا ما نقدرش نتنصب منه. بشكر حضرتك الدكتوره مروه، طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقه اليوم، على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله.